العافية يا رمزي. الحمد لله. دير بالك. الله يحفظك. يا الله. يا الله تصاوب يا الله برأي دير بالك لا مش هنا ايوه
ولا حدا يتحرك من محل اللي يتحرك من محل اللي ياكل اكل يا الله مبطوط هذا ولا ايش؟ لا شامي الله يرضى عليك بسمي هذول اللي عندهم الاوامر ايش يسووا هلا؟ الله يكسجاه شو هذا دخل شو يا ودني يا Thank you.
رجعت حالتي الطبيعية. آه خلاص جمعة اليوم، خلاص اللي ربنا ركبه هو اللي بده يصير. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. احنا شعب كل حياتنا احنا تعبانين، مش ملاقيين حرية، دايما لازم جيل بعد جيل نقدم. هاي حياتنا. طلع 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 في اشي طلع الشرطة ورا. مش حان تعرف بعد عن المرمى الحجارة. تعطيني المرمى بتحمل تسكي. بدرسوا عمانهم هلا بشوفوا شو بيصير. مسكر الباب عشان تكون حدا من برا. مات الحارس كان يحكي هيك قبل شوي هذا الزلمة الختير. حسام صدر اللي تصور في عينه. عن جد؟ تعرفين؟ اللي شبه من العمار. بعينه هاد شفته قبل اسبوع عند شو اسمه عند الاصباط برا. يا حرام يا رب تكون اشي طفيف. في اشي في اشي في اشي صح؟ بكره اذا بدهم يقتحموا رح يقضوا كثير ناس. هي طينوها فوق راسنا بعد. هي في اشي بيصير، في ركض بصير ورا. ايش هو ما مش هي 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 شايفه؟ طلع 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 ورا. حاسه حالي انه الصمت خطا شيء هيك. واه في زي احلى شيء. طلع احنا كيف؟ ما هو كله في المرمى. خلاص فيش في المرمى. الحمد لله على كل شيء. والله اسمعي هدفهم اصابات عيون. لاحظت مكتوب ما منه ما مهروب خلص. الحمد لله رب العالمين. طلع هالحج طلع. انظر شو بدنا نساوي يعني؟ يتبختر. انت بعت الاطفائية هاي سرقتيها قدام. الحمد لله. وما ذلك على الله بعزيز. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. بطلع شو لفوق من الحارسات. ما فوق فيش شيء. كلها صفت هون. بس عن جد أمر غريب. الله أعلم. الله هذا بتنقش من هون من عندنا. بس غريب الإشي صح؟ الشجرة. غريب غريب. شو اسمه؟ ايش فيه؟ شباب. طب في شيء ما رح يبدو يا ستي اكثر من هيك. بس دري بالك من متفاجئين بالعدد الموجود. انه كمان الناس بقيوا الحمد لله. بس خليها باب القرية هيك. لا طبعا طبعا هلا تملخبط يمكن. بس لما بتعب ما تطلع الشباب. لما بقول لك تعب اوقف هون. والله
جات فعلا لي يعني روح يا شمال هل من تصريحات محددة تقصدها هنا الشيخ عبد الله؟ نقول على جميع الدول العربية والإسلامية أن تتدخل وتتحمل مسؤولياتها، لأن الاحتلال الآن يحاول إخلاء المنطقة وإخلاء الأقصى من المصلين المسلمين بهدف إدخال المقتحمين، والآن اعتداء مباشر على النساء أيضا. وبهذا نقول بأن الوضع خطير جدا، ويقومون بتفريغ الأقصى من المصلين حاليا. طيب، يعني في ظل تحذيرات من الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بتنفيذ مثل هذا المخطط وذبح القرابين وما إلى ذلك، تتوقع أن هناك نية فعلا لدى المستوطنين بالقيام بذلك في ظل أيضا هذه المواجهة التي نشاهدها الآن؟ نعم، كل شيء محتمل، كل شيء محتمل أمام هذه المواجهات، لأن الاحتلال الآن انتشر في جميع باحات الأقصى وأخذ يفرغ الساحات من المصلين وطردهم والاعتداء على النساء والرجال والأطفال دون رحمة ودون أي إنسانية. هل لك تقييم لموقف ربما الدول العربية والإسلامية حتى الآن بخصوص ما يجري؟ لم نشعر ولم نسمح بأي رد فعل، ما لم نسمح حتى الآن، والكل صامت أو متفرج. هل لك تفسير لذلك؟ التفسير إلى أن الخذلان للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بتحمل المسؤولية ويعالج الوضع بنفسه. هذا الحاصل يعني. طيب، ماذا عن الموقف الفلسطيني يعني الرسمي من جهة والشعبي من جهة؟ هل كان بمستوى الحدث أيضا؟ صرخ يا أخوي. ما في شك أنه لم يصل إلى مستوى الحدث، لأن الاحتلال لا يزال مستمر في اقتحاماته، ولا يزال مستمر في اعتدائه، ولا يزال يستمر في تفريغ الأقصى من المصلين. هذا يعني أن الاحتلال مصر على مخططه العدواني، وهذا يذكرنا بما حصل في رمضان الماضي. في رمضان أيضا. طيب، هل تلمس أيضا يعني هناك من تحدث عن لهجة ربما أقوى في هذه الاستفزازات هذه المرة، وربما هذا الأمر المختلف هذه المرة، هل لمست هذا فعلا أم هي استفزازات وتهديدات تشبه ما قد شهدتموه في السنوات الماضية من قبل المستوطنين والاحتلال؟
لا أتصور أن الأمر يختلف. ما حصل في العام الماضي هو شبيه ما يحصل لنا حاليا، وأن الهدف هو تفريغ الأقصى وتهيئة الأجواء للمقتحمين، وهذا نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، لأنه أي اقتحام لا يمكن أن يتم إلا بالحراسة. لا يجرؤ أي يهودي يقتحم الأقصى إلا إذا كان هناك حراسة له، وبالتالي هذه الحراسة تقوم من قبل السلطات الأمن الحكومية، وهذا المسؤولية المباشرة لهذا الوضع. ولمسنا أيضا أن الاحتلال لا يزال يخاطب الناس بهذه اللهجة العدوانية. طيب أنت تحمل اليوم يعني مسؤولية للاحتلال الإسرائيلي والحكومة ربما الإسرائيلية، برأيك هل هذا ما تريده فعلا الحكومة الإسرائيلية لأنها حكومة ضعيفة دعنا نقول ليتمادى المتطرفون الإسرائيليين؟ يا شباب الخشب اللي ما هي حكومة ضعيفة، ولكن هي مقادة وراء التطرف اليهودي، هم الذين يتحكمون الآن بالحكومة. الحكومة أسيرة لهؤلاء المتطرفين للجماعات العنصرية، لأن الحكومة قائمة عليهم، وبالتالي كأن الحكومة مضطرة لأن تجاري وتلبي أطماع هؤلاء اليهود المتطرفين. ربما الجهة الرسمية الفلسطينية اليوم برأيك بما هي مطالبة يعني كإجراءات ربما وخطوات ملموسة في هذه اللحظات وفي ظل هذا التوتر المستمر؟ نعم، السلطة الفلسطينية ملزمة وبحاجة إلى التدخل السريع، هي وسائر الدول العربية بما في ذلك الأردن الشيخ. نعم ربما سنكتفي بهذا. الشيخ عكرمة صبري إذن خطيب المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى نجوان السمري، لا أدري كنت تسمعينني وأنت معنا من باب العمود إذن في القدس، ما الجديد لديك؟ نجوان، وضع الاحتلال مرة أخرى. نعم هل تسمعني؟ نعم أسمعك تفضل. نعم أنا أسمعك. نعم إذن يبدو أن قوات الاحتلال مرة أخرى حاولت اقتحام المسجد القبلي، وقامت بإطلاق قنابل الصوت باتجاه المعتكفين أو المحاصرين داخل المسجد القبلي في باحات المسجد الأقصى المبارك قبل قليل. ما زالت هناك حالة التوتر قائمة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحسب بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك حالة تأهب قصوى في الشرطة والجيش هذا اليوم، ترفع حالة التأهب بسبب سواء ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ولكن أيضا بسبب التوتر في الأراضي الفلسطينية. وبحسب موقع والله العبري فإن إسرائيل نقلت رسائل لحركة حماس في غزة بواسطة 4 وسطاء بحسب ما يقول الموقع، أنها لن تسمح لجهات متطرفة بتقديم القرابين في المسجد الأقصى المبارك. إذن بحسب موقع والله هناك حالة تأهب قصوى في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بسبب هذه الأحداث، سواء كان في المسجد الأقصى في مدينة القدس في الأراضي الفلسطينية، وأيضا بسبب أيضا القصف مساء هذا اليوم والذي سيستمر لمدة أسبوع. وبحسب الموقع فإن إسرائيل أرسلت عدة رسائل لحماس بواسطة 4 وسطاء بأنها لن تسمح بجهات متطرفة بتقديم القرابين داخل المسجد الأقصى المبارك. هذه التصريحات التي نسمعها من المسؤولين
المسؤولين الإسرائيليين منذ عدة أيام بأنها بأنه سيتم الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وبأنه لن يسمح لمثل هؤلاء المتطرفين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وكان بالفعل الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت يوم أمس بأنها اعتقلت 6 مستوطنين اشتبهت بهم بأنهم يعملون ويخططون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل تقديم القرابين. إلا أن هذا ربما هذه التصريحات لا تهدئ المصلين والفلسطينيين في القدس، سيما في دم شهدته الأراضي الفلسطينية في الأيام الأخيرة، عدد الشهداء المتزايد وأيضا الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد. كانت هناك بداية تشهد مواجهات في القدس، وقامت قوات الاحتلال هنا باعتقال أكثر من 100 شاب وفلسطيني من مدينة القدس من أرجاء مختلفة، أكثر من 100 حالة اعتقال في القدس منذ بداية شهر رمضان. جزء منهم تم إطلاق سراحه، ولكن شريطة إبعاده عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى طيلة أيام شهر رمضان وإلى ما بعد العيد، بحسب يعني الكثير ممن اعتقلوا في الأيام الأخيرة وأفرج عنهم في مدينة القدس، كانت هناك اعتداءات كبيرة نفذت بحقهم خلال عملية الاعتقال، منهم رئيس لجنة أهالي الأسرى أمجد أبو عصب الذي حدثنا عن ظروف صعبة عاشها في المسكوبية، ولو كانت ليلة واحدة من الاعتقال لكنه يعني تعرض للتهديد وبعدم مناصرة الأسرى فقط من أجل منشور نشره بداية شهر رمضان على صفحته في فيسبوك. وبالتالي هناك ملاحقة للشبان الفلسطينيين هنا طيلة الوقت، عمليات اعتقال ومداهمات مستمرة في القدس لعدة بلدات ولعدة أحياء، يتم اعتقال الشباب وتسليمهم أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى ومنعهم من الوصول، هذا بالإضافة إلى مبعدين دائمين عن المسجد الأقصى المبارك. هناك عشرات المبعدين من المصلين من القدس ومناطق أخرى يمنعون كليا من دخول المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي حالة الاستنفار هذه هي جراء كل هذه الممارسات المتكررة سواء كان من قبل قوات الاحتلال أو من قبل المستوطنين. أنا أريد أن أشير إلى أمر يعني لافت، بشكل عام سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من باقي أرجاء الضفة الغربية ومن غزة بطبيعة الحال من الوصول إلى القدس، لكن في شهر رمضان أعلن مع بداية هذا الشهر بأنه سيتم السماح للرجال فوق سن 50 وللنساء من الضفة الغربية بالوصول أيام الجمعة فقط إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلاة الجمعة هنا فقط في أيام الجمعة. لكن رغم ذلك بشكل عام كنا نشهد في هنا هذه بحث باب العمود بطبيعة الحال، الباب هو المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى هنا، هذه الطريق تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك، ولكن قياسا بأيام الجمعة العادية لا نرى حركة كبيرة لوصول مصلين لأداء صلاة الجمعة. ربما ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك ربما ولا تمهيدات المفلتة من قبل قوات الاحتلال ضد المصلين، هذا ربما سيحد من وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وربما أيضا نحاول التحقق من حركة المصلين الذين يحاولون الوصول من الضفة الغربية إلى القدس على الحواجز العسكرية المنتشرة. السلطات الاحتلال أعلنت يوم أمس بأنها ستفرض إغلاق عسكري أو ستحكم أصلا الإغلاق المفروض على الضفة الغربية وغزة مساء اليوم مع بدء أو عصر اليوم مع بدء عيد الفصح اليهودي لأول يومين، يوم الجمعة واليوم غد السبت، وبالتالي سيمنع الفلسطينيون ممن يحملون التصاريح بدخول القدس. ولكن لا نعرف فيما إذا كانت
بسبب الأحداث في المسجد الأقصى المبارك قد بدأت ربما قوات الاحتلال بالحد من حركة المصلين والمصلين إلى المسجد. حتى الآن هي ساعة مبكرة، ولكن بطبيعة الحال أنا كنت هنا في مرات سابقة أيام جمعة وكانت هناك حركة أكبر لوصول المصلين، لا سيما عندما يسمح للفلسطينيين من سائر أرجاء الضفة بالوصول إلى هنا، ولكن الأوضاع في الضفة الغربية في غاية التوتر. هناك انتشار كبير للحواجز العسكرية الإسرائيلية، وكما شاهدتم يعني كان هناك استسهال لإطلاق النيران على الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، وبالتالي حالة يا حاج لازم تعلموا لازم يحركوا تعالوا لازم حد حاله يجي بدل ما يكون شو حجي 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 المتطرفين اليوم بدأت أقرأ بتصريح جديد. سأعود إليك نجوى سمري بعد قليل. إذا مشاهدينا رأس الساعة مرة أخرى وهذا تذكير بأهم العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتح مغطاة المسجد الأقصى أجر اليوم وتعتدي على عدد من المصلين. استشهاد أربعة فلسطينيين خلال عمليات اقتحام إسرائيلية في الضفة ترفع عدد الشهداء خلال يومين إلى 7. إسرائيل تعلن إغلاقا شاملا في الضفة الغربية والمعابر مع غزة من مساء الجمعة حتى فجر الأحد تزامنا مع عيد الفصح اليهودي. الأمم المتحدة تطالب بضبط نفسها وتدعو لإجراء تحقيق شامل في التطورات الأخيرة. الشباب ما بتفوت. بعد إعلان القوات اللوكالية استهدافه بصاروخين، وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق طراد موسكو السفينة القيادية في أسطول البحر الأسود الروسي، والبنتاغون يعتبر غرق الطراد ضربة كبيرة للأسطول الروسي. أوكرانيا تعلن تبادلا للأسرى مع روسيا وتقول إن مصير المفاوضات مرتبط بالهجوم الروسي على دونباس. واشنطن تحذر من أن اعتراض روسيا خطوط الدعم العسكري لأوكرانيا سيغير قواعد اللعبة. موسكو تهدد بإجراءات في البلطيق في حال انضمام السويد وفنلندا. ديروا بالكم يا شباب بطوخ ديروا بالكم. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلن من كييف أن أوكرانيا أصبحت تمثل مسرح جريمة، ويقول إن هناك أرضية معقولة تشير لارتكاب روسيا جرائم حرب. مشاهدينا الى هذه الجوله حيث اقتحمت اذا قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الاقصى زميلي والان الشبان يقومون في والهروات في محاوله وايضا قوات الاحتلال تقوم باطلاق الرصاص الضاد في الصحراء. قد افادت مراسله الجزيره بوقوع عدد كبير من الاصابات في صفوف المصلين والمعتكفين. كما افادت وكاله الانباء الفلسطينيه ان قوات الاحتلال اغلقت كافه الابواب المؤديه الى المسجد الاقصى باستثناء باب حطه، وان عددا من المصلين لا يزالون محاصرين داخل المسجد الاقصى وفي مسجد قبه الصخره. هذا ونقل الهلال الأحمر الفلسطيني حتى الآن نحو 60 مصابا إلى مستشفيات القدس نتيجة المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف التي وصلت إلى منطقة باب الأسماط. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فتح مستشفى ميداني لعلاج الإصابات في مركز إسعاف يتم نقلها للعلاج في مستشفى في مستشفى، ولكن الإصابات التي تحدث بين جديدة في الضفة الغربية الشبان نستطيع أن نقول بأن الشبان يأخذون الإصابات إلى المسجد القبلي، وبالتالي
الإصابات تضاف إلى الإصابات المحاصرة في المسجد القبلي المسجد القبلي المبارك. والآن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق النار المفتري على المصلين العزل المتواجدين في حافة المسجد الأقصى المبارك. أربعة شبان من القرية من إخوة الأسير أيهم كرمجي أحد الأسرى الستة الذين خرجوا من سجن جلبوعة في شهر سبتمبر الماضي. وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي احكام إغلاقها العسكري للأراضي الفلسطينية بحلول عيد الفصح اللاذعي. ونسبة عمليات الاحتلال أن القرار جاء بعد تقييم الوضع قوات الاحتلال تزيد من الرصاص المطاطي من إطلاق الرصاص المطاطي في المنطقة. الشبان يحاولون التصدي لهم بأقل الإمكانيات وهي الحجارة. المواجهات ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تستمر في خلال الساعات القادمة. لا يوجد نذير بانتهاء المواجهات. قوات الاحتلال معززة في أمام باب المغاربة. لا يوجد انسحاب لقوات الاحتلال. يوجد إصابة خطرة في العين بالرصاص المطاطي. بين الحين والآخر يقومون الشبان بالهتافات لإعلاء الروح المعنوية لدى الشبان الآخرين. هناك ظاهرة أخرى نستطيع التحدث عنها خلال المواجهات. يقوم الشبان بلعب كرة القدم أيضا ورفع العلم الفلسطيني مرارا وتكرارا. شباب حرسوا
خلص بدنا حدا يرمي شوي طول استراحة يا اخي استراحة كلش من وجع يا حماد فين هذا فين فين طول بقى خلي الشب هذا فين هذا فين فين وينها هي هذه البنت السمراء بنت السمراء هذه حداش Just to confirm, you'd like to call Abu Sayyaf. البنت السمراء هذه بنتها. حملوها. تكبير! الله أكبر! تكبير! يعني الصوتية ضربوها عندي الصوتية. دخلونا وأزيد على الخمسة ونص ما دخلنيش عليها هيهم شايفيننا يقولنا وين السنور هاي المخلوقة هاي النظر إذا السنة هاي مش راضين يدخلوها أيوه مش مدخلينك يا نور زي ما أنت شايف هم سألانين بالأوقات هاي هم شايفين حدا هاي دخلوا كيف دخلوا على السطوح الأقصى هي يا أحمد أنا بسادي من باب السلسلة مش راضيين دخلوا عربية طلع زياد تعال فيش والله ما ايه انا وياك صدق او فسخ اسمه منين لا بدخن اسمه لا Thank you.
ألو قرب لك قادر نفس الخرافية زميلي العزيز ان هناك اصابه بالعين
المرجح أن يتم نقلها للعلاج في مستشفى ولكن الإصابات التي تحدث بين سطور الشبان نستطيع أن نقول بأن الشبان يأخذون الإصابات إلى المسجد القبلي، وبالتالي الإصابات تضاف إلى الإصابات المحاصرة في المسجد القبلي المسجد الأقصى المبارك. والآن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق الرصاص المخطط على المصلين العزل المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك. في التلفون هلا مش وقته حاليا ما زالت الشبان في محيط باب المحاصرة، والآن تعود هتافات الشبان من المسجد الأقصى من محيط باب المغاربة قوات الاحتلال تزيد من الرصاص المطاطي من إطلاق الرصاص المطاطي في المنطقة. الشبان يحاولون التصدي لهم بأقل الإمكانيات وهي الحجارة. المواجهات ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تستمر في خلال الساعات القادمة. لا يوجد نذير بانتهاء المواجهات. قوات الاحتلال معززة في أمام باب المغاربة. لا يوجد انسحاب لقوات الاحتلال. يوجد إصابة خطرة في العين بالرصاص المطاطي. بين الحين والآخر يقومون الشبان بالهتافات لإعلاء الروح المعنوية لدى الشبان الآخرين. هناك ظاهرة أخرى نستطيع التحدث عنها خلال المواجهات، يقوم الشبان بلعب كرة القدم أيضا ورفع العلم الفلسطيني مرارا وتكرارا. دخلونا ما حيفوا يا جماعة، والله ما حيفوا تحت بس لعبان ما يحضروا الخبالي لأنه كل قاعد بزور. لا إذا نزلنا هاي بتغطي دخله باب الرحمة. أيوه كنت أخذينك يا روح باب التفاية دخل جوا الفعل. لا مش هيك المواجهات خلص بتشركوا جوا بتشركونا بفرع تستوي. Come on, come on.
الاعتداء على الشبان في فحم قبة الصخرة المشرفة. خلص ما حدا يرمي شوي طول استراحة يا استراحة. ايه هذه بنت السمرة بنت السمرة هذه. بنت السمرة حملها. الله أكبر. صوتية ضربوها أنت صوتية. بنات بس اهم شيء بنات تبعدي اللي غام قدام. شرطة الاحتلال الآن تحاول إفراغ المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين جميعهم من داخله. بارد مطرود لا بس نبحث عنه. فرعانية كفرعانية يقول لك ولاد عمك اللازم طلب قدرة الله قدرة الله. انت قديت جايين حبيبي السلام عليكم حاج طلع طلع الله. شباب هلا 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 هل
هنا حد يريحنا هنا يريح الله اقرب لك هذا نفس الرفيق للعلاج في مستشفى ولكن الإصابات التي تحدث بين صفوف الشبان نستطيع أن نقول بأن الشبان يأخذون الإصابات إلى المسجد القبلي وبالتالي الإصابات تضاف إلى الإصابات المحاصرة في المسجد القبلي للمسجد الأقصى المبارك والآن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق
الإصابات إلى المسجد القبلي، وبالتالي الإصابات تضاف إلى الإصابات المحاصرة في المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك. والآن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق الرصاص المطاطي على المصلين العزل المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك. في التلفون هلا مش وقت. مش وقت. تعال تعال تعال
Thank you.
الاعتداء الآن على المصلين في المسجد الأقصى. مستشفى ولكن الإصابات التي تحدث بين صفوف الشبان نستطيع أن نقول بأن الشبان يأخذون الإصابات إلى المسجد القبلي وبالتالي الإصابات تضاف إلى الإصابات المحاصرة في المسجد القبلي المسجد الأقصى المبارك. والآن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق الرصاص المقطعي على المصلين العزل المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك. في التلفون هلا مش وقته حاليا ما زالت الجهاد في محيط باب المباراة والآن تعيد هتافات الشبان من المسجد الأقصى من محيط باب المغاربة قوات الاحتلال تزيد من الرصاص المطاطي من إطلاق الرصاص المطاطي في المنطقة. الشبان يحاولون التصدي لهم بأقل الإمكانيات وهي الحجارة. المواجهات ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة. لا يوجد نذير بانتهاء المواجهات. قوات الاحتلال معززة في أمام باب المغاربة. لا يوجد انسحاب لقوات الاحتلال. يوجد إصابة خطرة في العين بالرصاص المطاطي. بين الحين والآخر يقومون الشبان بالهتافات لإعلاء الروح المعنوية لدى الشبان الآخرين. هناك ظاهرة أخرى نستطيع التحدث عنها خلال المواجهات. يقوم الشبان بلعب كرة القدم أيضا ورفع العلم الفلسطيني مرارا وتكرارا. بدنا نعاود نقوم كمان مره.
تعاطوا معك الوجود ولابسين دائرة بالنصب خلص بدنا حدا من شوي طول استراحه يا استراحه مش مش على حماق كثير هذا كثير طول بقى خلص الشبه هذا كثير هذا كثير كثير روح شوف المصابه روح وينها شو المصابه يا زلمه هي هذه البنت السمراء بنت السمراء هذه عداش الطفون خلونا Just to confirm, you'd like to call Abu. البنت السمراء هذه البنت السمراء حملوها تكبير الله اكبر تكبير يعني الصوتيه ضربوها عندي الصوتيه على قوات ال
ايوه يلا تعالوا يا شباب. نرجح ان يتم نقلها للعلاج في مستشفى ولكن الاصابات التي تحدث بين صفوف الشبان نستطيع ان نقول بان الشبان ياخذون الاصابات الى المسجد القبلي وبالتالي الاصابات تضاف الى الاصابات المحاصره في المسجد القبلي المسجد الاقصى المبارك والان قوات الاحتلال تقوم باطلاق الرصاص المستقيم على المصلين العزل المتواجدين في باحات المسجد الاقصى المبارك. في التلفون هلا مش وقته مش وقته حاليا ما زالت الجهات في تحديد باب المباراه والان تعيد التفات الشباب المسجد الاقصى من جديد باب المغاربه عفوا قوات الاحتلال تزيد من الرصاص المخططي من اطلاق الرصاص صورتهم في المنطقه الشبان يحاولون ضربوها ولهم هجموا علينا الامكانيات وهي الحجاره المواجهات ما زالت مستمره ومن المتوقع ان تستمر خلال الساعات القادمه لا يوجد نذير بانتهاء المواجهات قوات الاحتلال معززه في امام باب المغاربه لا يوجد انسحاب لقوات الاحتلال يوجد اصابه خطره في العين في الرصاص المطاطي بين الحين والاخر يقومون الشبان بالهتافات لإعلاء الروح المعنوية لدى الشبان الآخرين. هناك ظاهرة أخرى نستطيع التحدث عنها خلال المواجهات يقوم الشبان بلعب كرة القدم أيضا ورفع العلم الفلسطيني لا تركع أم محمد لا تركع أم يلا معوز يا حبيبي Thank you.
خلص ما حدا مشوار طويل استراحة يا كثير 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 السلطية ضربوا عندي السلطية تجري هذه فرقة تبقى بالله لا تنفقوا إلا تبقى هذه مصر عائلهم وما يدفع ويحتلوا ويخش الكبر صبان ويدفع ويرم الناس شبك؟ شبك؟ الاعتداء الآن على المصلين في المسجد الأقصى. من المرجح أن يتم نقلها للعلاج في مستشفى ولكن الإصابات التي تحدث بين صفوف الشبان نستطيع أن نقول بأن الشبان يأخذون الإصابات إلى المسجد القبلي وبالتالي الإصابات تضاف إلى الإصابات المحاصرة في المسجد القبلي المسجد الأقصى المبارك. والآن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق الرصاص المخطط على المصلين العزل المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك. في التلفون هلا مش وقته مش وقته حاليا ما زالت الشهاد في محيط باب المغاربة والآن تعود هتافات الشبان من المسجد الأقصى من محيط باب المغاربة قوات الاحتلال تزيد من الرصاص المطاطي من إطلاق الرصاص المطاطي في المنطقة الشبان يحاولون التصدي لهم بأقل الإمكانيات وهي الحجارة. المواجهات ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة. لا يوجد نذير
الكبير بانتهاء المواجهات. قوات الاحتلال معززة في أمام باب المغاربة، لا يوجد انسحاب لقوات الاحتلال، يوجد إصابة خطرة في العين بالرصاص المطاطي. بين الحين والآخر يقومون الشبان بالهتافات لإعلاء الروح المعنوية لدى الشبان الآخرين. هناك ظاهرة أخرى نستطيع التحدث عنها خلال المواجهات، يقوم الشبان بلعب كرة القدم أيضا ورفع العلم الفلسطيني مرارا وتكرارا. خلص ما حدا يرمي شوي طول استراحة يا استراحة. كثير هذا كثير هذا خلي شوف كثير هذا كثير هذا ايه هذه بنت السمرة بنت السمرة هذه يا بنت السمرة هذه بنتها بنت السمرة حملوها تكبير الله اكبر الصوتية ضربوها عندي الصوتية تعال تعال احمد معك شاحن صورتها صورتها هم بضربوها ضربوها ولا هجموا علينا فوق ايوه
بس.
الاعتداء الآن على المصلين في المسجد الأقصى. خلص بدنا حدا يرمي شوي طاولة. استراحة ياك استراحة. كل شيء رجع لحماك. كثير هذا كثير. طول بقى خلي الشب هذا. كثير هذا كثير كثير. روح جيب المصابة روح وينها؟ في مصابة يا شباب. هي هذه البنت السمراء بنت السمراء هذه. ما شبه خونا. Just to confirm, you'd like to call Abu Sayyaf. Yeah, it's the summer. It's the summer. Hamdulillah. Takbir! Allahu Akbar! What does that mean? The sound is on me.